رجعنا معكم مستمعينا اللحظة، فقرة معلومة قانونية في زمن كورونا، رفقة الأستاذ يوسف الفاسي الفهري المحامي بهيئة الدار البيضاء. أهلا بك أستاذ يوسف. اليوم وكيف ما ذكرنا يعني ضمن النشرة، فغادي نرجعوا للمنشور ديال الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بخصوص التطبيق الصارم للمساطر القانونية والقضائية بخصوص حماية الحياة الخاصة للمغاربة. كنشاهدوا أناس اللي كيديروا يعني لايف في الشارع العام، كيحاولوا أنهم يصوروا بعض المرات بدون قصد أو بقصد بعض الأمور اللي كنلقاوها يعني كتدخل في هذه الأمور الشخصية. فاليوم شنو ممكن نقولوا للمغاربة اللي كيسمعونا اللحظة؟ ليك الأخ فؤاد، تحية ليك وتحية لجميع المستمعين والمستمعات. فعلا هذا المنشور ديال السيد رئيس النيابة العامة جاء لتزكيات واحد القانون الجنائي، واحد المقتضيات جات في القانون الجنائي واللي وقع التعديل ديالها بمقتضى المرسوم القانون 103/13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والمتعلق كذلك بحماية الحق في الخصوصية الأشخاص. يعني ما يمكن لناش نصوره شخص بلا العلم دياله، ما يمكن لناش نلتقطوا صور أو نسجلوا شي واحد بلا العلم دياله، خصوصا إذا كانوا في أماكن خاصة. خصنا نفرقوا بين الشارع العام اللي الناس دايزين في الطريق وكيصوروا شي شخص بدون العلم ديالو بدون الموافقة ديالو، أو لا إلا كنا في واحد المكان يعني واحد المنزل ولا واحد المطعم ولا واحد المحل وكان صوروا واحد الشخص بدون الموافقة ديالو أو لا كان سجلوه، ومن أجل يعني كيخص يكون عنصر العمد، ومن بعد باش أننا نضرب هذاك الشخص أو نبتزوه ماديا أو نبتزوه معنويا. وهذه المقتضيات التعديلية اللي جا بها القانون 103/13 كيتعلق بالفصول 447.1 و447.2 وأخيرا 447.3، هما كلهم هذه الفصول كينصبوا في نفس الاتجاه واللي كيشير فيهم المشرع الجنائي إلى عقوبات حبسية تتراوح ما بين 6 أشهر و5 سنوات. إذن عقوبة حبسية ثقيلة وغرامات تقدر توصل حتى ل5 ديال الملايين إلى شي واحد قام بتصوير شخص عبر أي وسيلة من الوسائل التواصل اللي تنعرفوها، يعني الهواتف الذكية أو الحواسيب أو للتابلات أو لأي حاجة، أي وسيلة استعملات كتكون هي أداة الجريمة اللي كتجرم قانونا. والفصل 447.3 اللي جاب واحد النقطة اللي هي مهمة بزاف وخصنا نشير لها، هي أن إذا ترتكبت هذه الجرائم في من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو لأحد الفروع يعني الأبناء أو لأحد الأصول يعني الآباء والأجداد أو الكافل أو الشخص له ولاية أو سلطة على هذه الضحية، أو كذلك يتم التقاط هذوك الصور أو التسجيلات الصوتية بدون الموافقة، كنقولها ونعودها بدون الموافقة ديال صاحبها، ضد واحد المرأة بسبب الجنس ديالها أو ضد قاصر دون العلم ديال ولي الأمر دياله أو ضد والديه، فالعقوبة هنا تشدد كتصبح من سنة واحدة إلى 5 سنوات كيف ما قلنا، وغرامة إلى من 5000 حتى 50,000 درهم. وأن المنشور ديال السيد رئيس النيابة العامة حكم أنه كذاك الوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة النقد جاء لكي يتم تطبيق هذه العقوبات وهذه النصوص القانونية لدى السادة وكلاء العامين للملك بمختلف أنحاء المملكة وكذلك وكلاء الملك، لما يراه اللي تفشى في المجتمع ديالنا من كون الناس كياخذوا واحد يعني واحد السهوله في انهم يصوروا بعضياتهم وباش الاغراض غير مشروعه، او لا كيسجلوا بعضياتهم من اجل الابتزاز كنقولوها وكنعاودوها، او لا المضره بالاخر. فكاينين النصوص القانونيه اليوم اللي كتجرم، وكاينين كذلك نرجعوا للمساله ديال الاقتسام، كاين اللي كيجي واحد تسجيل معين وكينوض وكيقتسموا مع اخرين بلا ما يعرف شكون هو المصدر ديالو. فالعقوبه اللي كياخذها الفاعل الاصلي راه كياخذها كذلك اللي كيقوم اقتسم هذيك المعلومات والاشرطه والصور، بحكم انه تيولي تعتبر في حكم القانون انه شريك في هذه الافعال اللي
يعتبرها القانون مجرمة، وهذا ما يمكننا نقوله لأخ فؤاد بالنسبة للتساؤل الجاي. شكرا جزيلا أستاذ يوسف الفاسي الفيري، نذكر أنك محامي بهيئة الدار البيضاء، شكرا مرة أخرى. بهذا مستمعينا كنوصل لنهاية فقرة معلومة قانونية، إلى اللقاء.